جديد في بوضوح وهذه الليلة الجميلة الكريمة ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم فضلتك كنا نتكلم قبل الفاصل عن المشاريع قل لي عندك مشاريع رمضانية نقدر من وراها نح يعني نحصد مليارات الحسنات المغفرة الجنة نعم. العتق من النيران ربنا يا, آمين وياكم يا رب يرزقنا وإياكم الجنة والعتق والمغفرة واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم أمين يا رب العالمين حيا دكتور عم جمعت لحضرتك عناصر كده 15 مشروع أتمنى حضرتكم ربنا يبارك فيكم إما أن أنتم تكتبوا العناصر فقط أو الحلقة دي لما تتعاد إن شاء الله أو تجيبوها من على النت وتشوفوها وتفرغوا العناصر ديت ان ما كنتش قادر العناصر دي ان شاء الله في كتاب فقه المسلم في فقه الصيام والزكاه في سوره سؤال وجواب موجود فيها كل الحاجات لكن هنذكرها على عجاله سريعه. اول مشروع مشروع تامين على الصيام ذكرناه في الحلقه الماضيه أني انا لو حبيت اصوم رمضان اللي جاي 100 مره يقينا ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى اما ان انا ادعو 199 واحد فيتوبوا على ايديا فيصوموا رمضان فيبقى في ميزان حسناتي 99 وانا كمان الرقم ال100 يبقى انا كده صمت رمضان 100 مره اما ان انا اطعم 100 صائم طب لو معيش قدره ان انا اطعم 100 صائم بسيطه جدا كل يوم 2 كيلو تمر نحط كل ثلاث تمرات في كيس صغير ونعملهم 100 كيس او 99 كيس ونطلعهم للناس اللي ماشيين في العربيات والدنيا زحام نعطي كل واحد كيس يفطر عليه يبقى كده انا افطرت ايه 99 يبقى انا صمت رمضان 100 مره بيقين دون مبالغه دون مبالغه يبقى انا صمت رمضان 100 مره اظن طبعا ده اجمل مشروع في الموضوع ده كله ان انسان سيلقى الله سبحانه وتعالى ب 100 رمضان و100 ليله قدر و100 صيام و100 قيام وتراويح وكل ده بسبب شويه تمرات هيعملهم هيعطيهم لواحد صايم ده اول مشروع المشروع الثاني مشروع الوقايه من عطش يوم القيامه معلوم ان يوم القيامه خمسين الف سنه تمام انا لما بصوم في شهر رمضان بصوم في اليوم 14 ساعه ال 14 ساعه دولت يساوي بالمعادله الحسابيه 50 الف ثانيه يعني بكل ثانيه بيكون فيها وقايه من سنه من عطش يوم القيامه يبقى ده مشروع الوقايه من العطش المشروع الثالث أنا بقولها كده في على النصر سريعه المشروع الثالث مشروع من سيربح المليار ختمة القرآن في الأيام العادية لو أنا في الأيام العادية غير أيام رمضان بختم ختمة القرآن بفضل الله في سبع ساعات ونص قول ثمان ساعات بختم القرآن في ثمان ساعات ب 3.5 مليون حسنه يعني مغفره 3 3.5 مليون سيئه ده في ايام العاديه في رمضان طبعا الفريضه في 70 فريضه والنافله بفريضه واخد بال حضرتك فيعتبر الختمه كمان لها اجر اكبر في شهر رمضان لان شهر رمضان هو شهر القران كما قال الامام الزهري اذا كان شهر رمضان فانما هو قراءه القران واطعام الطعام فإذا لو أنا كان الختمة في غير رمضان ب3.5 مليون حسنة ففي شهر رمضان بمليارات الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى، طب هتقول لي مثلا أنا ما أقدرش أختم ختمة كل يوم، طبعًا صعبة جدًا على الواحد، لكن أنا هقول لحضرتك على فكرة حلوة أنا عن نفسي بعملها وفي ناس بيعملوها، آه إن ممكن قبل كل فريضة بتلت ساعة أقرأ جزء، هياخد ثلث ساعة، وبعد كل فريضة أقرأ جزء يبقى أنت كده ارتحت لا تعبت نفسك وقعدت تقرا ثلاث اجزاء ولا خمس اجزاء ولا حاجه جزء قبل الفرض ده وجزء الثاني بعد الفرض ده بالخمس الخمس فرض ده قد ايه 10 اجزاء تقدر تختم القران كل ثلاث ايام بفضل الله واقسم لك بالله لما يعني قلت هذه الفكره اخت اتصلت بيا من احدى الدول العربيه واقسمت لي بالله انها ختمت القران 21 مره ما شاء بفضل الله والله العظيم يا 21 مره في شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا المشروع الثالث مشروع من سيربح المليار المليار المشروع الرابع مشروع الدعاء المستجاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البيهقي بسند صحيح ثلاث دعوات مستجابات من بينها دعاء الصائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحة عند لقاء ربي العلماء قالوا فرحة عند فطري بتنقسم لقسمين قسم الأولاني إن هو كان طول النهار صائم وتعبان فهيفطر هفرحان إنه فطر والفرحة الثانية إن هو له دعوة مستجابة عند إفطاره ففرحان بهذه الدعوة أذكر إن واحد رجل خواجة كده من اليونان كان أحد الشباب المسلمين اللي عايشين في اليونان كان سبب إسلامه فقال له خواجة أنا عازم حضرتك عند الفطار في أول يوم رمضان قال له حاضر راح له اول يوم رمضان فالاخ عمل له مائده حلوه كده جميله ما شاء الله حط قدامه اكله وشربه ومش عارف اي زي كده وبعدين حط ايه قدام كل واحد منهم فرخه كامله فالرجل الخواجه ده قال له بس يا حبيبي دي مش السنه قال له السنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرختان <سؤال> فهو طبعا إنه جريجي فبينطق الحاء فقال له للصائم فرختان قال له لا فرختان يعني فرحتان مش يعني فرختان هذا المشروع <سؤال> وده بيفكرني بواحد كان ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة الله في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين رجل اعرابي بدأ بسيط كده ففي يوم من الايام هو ما كانش متجوز ولا عنده اولاد ولا كان ليه عيله لكن اعزكم الله كان عايش في مكان كده وكان عنده حمار اعزكم الله فالحمار ده كان هو كل حياته بقى مسليه وشاغل وقته ومش عارف ايه والكلام ده كله وبيقضي عليه مشاوره فالحمار ده جاله مرض فرقت في البيت فالاعرابي قام ودعا كده دعوه قال له يا ربي ان شفيت حماري لا اصومن 10 ايام كان الكلام ده قبل رمضان بشهرين قال له لا اصومن 10 ايام فربنا شفى له حمار فقام صام 10 ايام في اليوم العاشر بعد ما فطر عند المغرب كده الحمار مات فقال له يعني يا رب أصوم من 10 ايام والحمار يموت طب والله اقسمهم من رمضان اللي جاي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا <applause> محمد, <applause> محمد يبقى المشروع الرابع مشروع الدعاء المستجاب <applause> المشروع الخامس وده مشروع حضرتك عملته وعملته كتير نفسك تحج مع النبي صلى الله <applause> عليه وسلم طب طب إيه, طب ايه رايك بقى ولو تحب نحلف لك وعلى الهوى والله العظيم انت حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانا كمان والله العظيم حجيت مع النبي عليه السلام. وفي ناس كثيره من اللي شايفين والله العظيم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طب ازاي, يا شيخ محمود انت بتحلف على الهوى ان انا حجيت آه. مع النبي اه والله بحلف لك وباقسم لك بالله هجيب لك الدليل انت حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال بس قبل ما اقول لك هو قال قد ايه صلى عليه, عليه صلى السلام. الله عليه وسلم عملت عمره في رمضان بكم مره يا دكتور عمرو؟ أظن كثير الحمد لله صح كده؟ الحمد لله كل رمضان بس على حضرتك تقول لنا في الحرم اه الحمد لله برضه إن شاء الله <applause> كل رمضان في الحرم ساعات إن شاء الله جميل قوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم عمرة في رمضان في رمضان كحجة معي الله أظن الكلام كده واضح عمرة في رمضان الحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة عمرة في رمضان وفي قراءة في رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يبقى اكيد حضرتك عملت عمره في رمضان يبقى اكيد حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ادي بشرى ادي المشروع رقم خمسه المشروع رقم سته مشروع زياده الارزاق في ناس تقول لك انا رمضان مكلف جدا ولا بد ليه من ميزانيه ونظبط نفسنا ونحوش طول السنه عشان طبعا المكسرات ومش عارف ايه ابدا ده رمضان ده شهر الارزاق ازاي اذا كنت انا بصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول عمره فليصل رحمه، وفي رواية البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه. اعزم الأم والأب واعزم أرحامك، خلي عندك كل يوم ضيف من أرحامك، اعزم النهارده ابن عمك، بكره ابن عمتك، اعزم والدك، اعزم والدتك، اعزمهم كده إن شاء الله هتلاقي بركة في الرزق وهتلاقي زيادة في الرزق وربنا هيعوض عليك كل خير، ده مشروع زيادة الأرزاق. رقم سبعة تحب يكون لك كم قصر في الجنة؟ بصدق والله العظيم، اطلب اللي أنت عايزه. عارف حضرتك لما بيجيبوا المصباح ويطلعوا العفريت؟ المرة دي مش هتطلع عفريت، المرة دي هتطلع شيخ فبيقول لك يعني شبيك لبيك يعني أنت تستغل ضعف يا مولانا <تصفح> <تصفح> <applause> 30 قصر والعهدة يعني عليا أنا 30 قصر في الجنة في شهر رمضان. وعلى فكرة وفي غير شهر رمضان. <applause> إيه رأي حضرتك؟ كل يوم قصر. واقسم لك بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من صلى في اليوم والليله اثنتي عشره ركعه بان الله له بيتا في الجنه. 12 ركعه اللي هم رواتب، اثنين قبل الصبح، اربعه قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. اللي يصلي ال12 دولت كل يوم يتبني له كل يوم بيت في الجنه. يبقى في رمضان من باب اولى بقى اذا كان هيبني لي في الايام العاديه بيت في الجنه من باب اولى في رمضان هيبني لي ايضا قصر بقى في الجنه ادي حاجه ادي مشروع 30 قصر في الجنه المشروع رقم 8 آه حضرتك اكيد حجيت كتير لكن الحمد ايه ايه رايك بقى دكتور عمرو انا مستعد اخليك وبحلف لك بالله برضه والله اصل انا النهارده يعني بص انا بحلف لاني متاكد لاني ما بقولش الكلام من عندي انا لو من عندي مش مش هصدق نفسي انما ده كلام النبي صلى <applause> الله عليه وسلم ايه رايك اخليك تحج كل يوم ست مرات ماشي. في رمضان وفي غير رمضان ازاي واخلي المشاهدين واقسم لكم بالله والله ثم والله هخليكم تحجوا كل يوم ست مرات ناخد حديثين بس بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلح في الحديث الذي رواه ابو داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث دي تقدروا تراجعوها في كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني الله يرحمه رحمه واسعه من صلى من توضا في بيته فاحسن الوضوء وفي روايه من تطهر في بيته ثم مشى الى صلاه مكتوبه يعني صبح ظهر عصر مغرب عشاء ثم مشى الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم الله <applause> كم صلاه في اليوم يا دكتور عمرو خمسه تمام خمس كده طيب خمس صلوات يبقى بكام حجه خمس حجات تمام نعم. كده يبقى من تطهر في بيتي او من خرج من بيته متطهرا ومشي الى صلاه مكتوبه يعني مفروضه فأجره كأجر الحاج المحرم طبعا كنافله مش كفريضه تمام نعم. كده طيب كده فضل حجه بقى ليكوا عندي حجه اللي هي فين حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح وبنقول لكم الاسانيد يا جماعه بنقول لكم يعني الحديث ده فين عشان نطمن قلبكم ان احنا لا نروي لكم الا حديثا صحيحا في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعه يدرك التكبيره الاولى من من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجه وعمره تامه تامه تامه، اظن الحديث نعم. ده مشهور عارفه مشهور <تصفيق> <تصفيق> يعني مفيش مين يكون شاطر لا, لا ده انا عارفه كويس الحديث كلهم حافظينه <applause> <applause> حلو قوي يبقى خمس فروض يبقى احنا كده حجينا خمس مرات ايوه وصلاه الفجر نقعد بعدها ساعه و... ساعه مثلا سروق. لحد الشروق بعد الشروق اللي مكتوب في النتيجه بثلث ساعه نصلي ركعتين الضحى ونروح بيتنا يبقى احنا كده كتب لنا كام حجه؟ ست حجات في اليوم النساء هتزعل كده يعني النساء ممكن ما بتصلي في المسجد لان هي مش مش مطالب منها انها تصلي في المسجد اقول لك ابشري العلماء قالوا ايه بقى قالوا المراه لها نفس الاجر لو صلت الصلوات الخمسه في بيتها بس في وقت الصلاه مجرد ما تسمع الاذان تسيب بقى دقيقه الباميه وتاديحه الملخية ومش عارف ايه وتطفي كل ده وتقوم الله اكبر وتصلي عند الفجر بقى لو مش قادره تروح المسجد مع زوجك مثلا حاجه كده عند الفجر صلي وعودي في نفس المكان اللي صليتي فيه وعلى الساعة بتاعت حضرتك شوف النتيجة مكتوب فيها مثلا الشروق مثلا مثلا على الساعة ستة ال لستة وتلت وصلنا ركعتين ألف مبروك حجيتي واعتمرتي حجة تامة تامة تامة, تامة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى كده حجينا كم مرة ست مرات في اليوم ست مرات طب نطلع لفاصل عشان نرجع بقى نتكلم على باقي الايه باقي المشروعات الجميلة الشرح. اللي حضرتك تتكلم عليها فاصل ونعود مع فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد الناصر <applause> محاضراتكم مرة تانية في بوضوح في هذه الليلة الكريمة الجميلة ونحن على أبواب شهر فضيل شهر رمضان المعظم فضلتك احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المشروعات وصلنا للمشروع التامن الثمانيه <applause> <التامنة. تصفيق> <applause> آه اتفضل ده كمل سبع مشروعات ما شاء الله طبعا احنا ذكرنا الثمان مشروعات ورجاء الله يبارك فيكم ما تنسوش المشروعات دي قلنا اول مشروع التامين على العباده على الصيام ان انا ممكن اصوم رمضان ده 100 مره بان انا آه، ثلاث مرايات لكل واحد صائم كده ان شاء الله لو 99 واحد يبقى انا صمت ايه رمضان 100 آه، مره قلنا المشروع الثاني في عجاله سريعه عشان نفكر حبايبنا قلنا المشروع الثاني مشروع الوقايه من عطش آه، يوم القيامه المشروع الثالث من سيربح المليار ختمه قران كل ثلاث ايام مش قادرين حتى نختم كل شهر مره مفيش مشكله المشروع الرابع مشروع الدعاء المستجاب لكل واحد فينا دعوه مستجابه يا ريت نخلينا بقى اذكياء في الحته دي يا دكتور <مم> بدل ما النفسي ادعي المسلم ليه؟ عندنا حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل، واحد مضيق عليه رزقه، واحد عنده مريض، فيعلم أن فلان برضه عنده مريض أو واحد رزقه ضيق، فيقول: يا رب يا رب اسالك يا رب باسمك الاعظم انك توسع على اخويا فلان فالملك يقول امين ولك بمثلي فيوسع عليك وعليه. المشروع الخامس قلنا مشروع حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم بانك تعتمر في شهر رمضان في اول رمضان في نص رمضان في اخر رمضان في اي وقت في رمضان كانك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم رقم سته مشروع زياده الارزاق اعزم ارحامك عشان ربنا يوسع رزقك. سبعه مشروع 30 قصر في الجنه كل يوم صلي الرواتب بتاعه الصلوات الخمسه يتبين لك كل يوم قصر ثمانيه آه المشروع آه مشروع آه ست حجات في اليوم آه آه تروح تصلي خمس صلوات في المسجد يتحسب لك خمس حجات والسادسه تقعد بعد صلاه الفجر ساعه تذكر ربنا سبحانه وتعالى ثم تصلي ركعتين الضحى. رقم تسعه مشروع رهبان الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله. الله شوف لو كان ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا مره في الشهر كانت تبقى نعمه، والله لو مره في السنه برضه كانت تبقى نعمه، لان من رحمه ربنا ينزل كل ليله وينادي على ناس هو مش محتاج لهم، هم اللي محتاجينه، يقول من يدعوني فاجيبه؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ الى ان يطلع الصبح يعني ايه الى ان يطلع الصبح يعني في التلت الاخير لو قسمت الليل تسع ساعات يعني المدة ثلاث ساعات الله فاطر السماوات والارض ينادي على عباده النيام من يدعوني فأجيب قوموا اطلبوا اللي انتوا عايزينه قبل ما تكون لك مصلحة فترفع السماعة لفلان وفلان علشان يتوسط لك اطلب من ربك سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله اطلب من ربك وربنا يحنن عليك القلوب ويصلك كل أمورك من يدعوني فأجيب من, يس من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه ثلاث أسئلة إلى أن يطلع الصبح ده مشروع رهبان الليل يا ريت بعد ما نصلي الترويح نروح ننام ونستريح ونقوم اخر ساعه قبل الفجر نقوم كده نتوضا ونقوم نصلي اللي هي التهجد يا مولانا اللي هي التهجد صلاه التهجد اللي هي التهجد ليه كم ركعه التهجد؟ نعم كم ركعه؟ ال ال, ال, ال احنا بنصلي احنا بنصلي التراويح اه 8 و2 شفع و1 وتر بالظبط كده يصلي التهجد 11 التهجد بقى هو عموما قيام الليل عموما يا دكتور عمرو اه ان اصبنا السنه بنصليهم 11 وإن أردنا أن نستزيد فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كم صلاة الليل قال مثنى مثنى فإن خشيت أن يطلع الصبح فأوتر ولو بركعة بمعنى إيه؟ بمعنى عايز يقول له ممكن تكون همتك أعلى من 11 ركعة النبي صلى 11 ركعة لأن هي دي الوسط الوسط ما بين المتكاسل وما بين المجتهد فطب أنا يعني نفس زود قال لك تصلي بقى ركعتين ركعتين طيب صليت خلف الإمام نصحتي بالله عليكم اسمعوا الكلمة ديت بعض الناس من حبايبنا لما بيجوا يصليوا التراويح خلف الإمام يجي عند ركعة الوتر ويمشي يقول هصليها في البيت اوعى اوعى تعمل كده ليه؟ لأن عندي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة الله هيتكتب لي قيام الليلة كاملة من العشاء للفجر طيب أعمل إيه ما أنا مش عايز أصلي الوتر ده في المسجد عايز أصلي في البيت ما فيش مشكلة أكمل أطلع وكمل ركعة تانية ولما تروح في البيت ابقى أوتر براحتك لكن أوعى تسيب الإمام في ركعة الوتر إن أنت كده ضيعت على نفسك إن يتحسب لك قيام ليلة كاملة دي مهمة جدا آه المشروع اللي بعد كده مشروع ليلة العمر مشروع ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى لابد ان احنا نتامل اللفظ القراني بتمعن الفاظ القران لازم نعيش معاها كده بقلوبنا يعني قال جل وعلا ليله القدر خير من, من الف الشهر. شهر ولا ربنا قال ليله القدر بألف شهر؟ خير من الف شهر اكيد لو ربنا كان يقصد ان ليله القدر ديت بألف شهر كان قال بألف شهر صح كده ولا لا؟ نعم. انما لما قال لك خير من الف شهر ده وضح ان في ان ليله القدر ديت لا يعلم مداها ولا يعلم اجرها الا الله سبحانه وتعالى ما احنا قلنا ان في امور يا دكتور عمرو الله سبحانه وتعالى لا يذكر اجرها ليه لان اجرها لا يخطر على قلب بشر زي الصيام الا الصوم فانه لي وانا اجري وانا اجزي وأن وزي العفو وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله صح كده في اعمال معينه الله سبحانه وتعالى لا يوضح الاجر لان اجرها كبير جدا لا يخطر على قلب بشر نفس الحكايه دي في ليله القدر قال ليله القدر خير من الف شهر يعني الساعة الواحدة في ليلة القدر أفضل من عبادة ستين ألف ساعة والركعة أفضل من ستين ألف ركعة والتسبيحة أفضل من ستين ألف تسبيحة لكن أجمل عبادة تلقى بها المولى عز وجل في ليلة القدر بالذات عبادة العفو عشان كده أمنا عائشة قالت كما عند الترمذي بسند صحيح قلت له يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني طب ليه قال العفو؟ ليه ما قالش اللهم انك غفور، اللهم انك تواب، اللهم انك رحيم؟ لان احنا قلنا بكده يا دكتور عم ان العفو ابلغ من المغفره، المغفره بمعنى الستر فالله عز وجل يستر عليه الذنب فيوم القيامه يحاسبه ويعاتبه ولكن لا يعاقبه. انما العفو يؤمر الملائكه تمسح الذنب من اصل الصحيفه فيجي يوم القيامه لا يحاسبه ولا يعاتبه ولا يعاقبه. الله والله المثل الاعلى زي مدير عنده موظف راح يعمل مصلحه فخسر الشركه خمسة مليون جنيه فجابه تاني يوم قال له شوف انت خسرت الشركه خمسة يعني 5 مليون جنيه فانا هفضل ماسك الورق ده شايله لك عندي لكن انا مسامحك دلوقتي لانك موظف محترم ده اسمه ايه اسمه مغفره انما لو قال له ادي الورق خده بنفسك احرقه لان انت انسان محترم ويا ما عملت خير كبير للشركه واحنا لازم ننسى الموضوع ده خالد ده اسمه العفو بيمسح له الشيء من اصل الصحيفه، فافضل عباده نلقى بها المولى عز وجل العفو. المشروع رقم 11 مشروع فرسان رمضان. فارس ايه الفارس؟ الفارس ده اللي كل يوم بيعاهد ربنا انه يسيب ذنب بيقول يا ربي في اول يوم رمضان اعاهدك يا ربي ان انا اترك حقوق الوالدين، اصالح امه وابويا واكرمهم. في اليوم الثاني أعهدك يا رب إن أصل أرحامي وأترك قطيعة الرحم، في اليوم الثالث يا رب أعهدك أترك الدخان، في اليوم الرابع أعهدك أترك كذا كل يوم يعاهد ربنا ويصدق مع ربنا كل يوم هترك ذنب هعدي رمضان أكون تركت 30 ذنب هم دول اللي عندي كلهم يمكن يكون ذنوبي أقل من كده فرسان رمضان. المشروع رقم 12 فارسات رمضان بنت فاضلة ومحترمة ودايماً بقول لحضرتك الكلمة دي يا دكتور عمرو إن يا بنات ما هماش محجبات لكن ولد ناس محترمين ومؤدبين صحيح وبيصلوا وبيعملوا خير كبير جدا صحيح وعندهم حياء وقمه في الادب صحيح مش ناقصها بس غير الحجاب فانوي انوي لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه لان أخت الفاضله ربنا يعزك ويبارك فيك ويجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه الحجاب فرض زي الصلاه يا ايها النبي كل ازواجك كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يبقى إذن الحجاب فرض فإذا فارسات رمضان تعاهد ربنا هلبس حجاب النهاردة يعني الحقيقة بعد بناتنا بيلبسوا الحجاب آه. في رمضان وبعدين بيجوا بعد رمضان بيخلعوا, بيخلعوا. آه. نقول لهم إيه نقول لهم, يعني نقول لهم إن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعد الحسنة م. يعني من علامات أن ربنا قبل منك شهر رمضان أنك لما تعملي طاعة في رمضان تستمر عليها بعد رمضان لبست الحجاب في رمضان تكملي الحجاب بس بعد بس هتاخد الثواب في رمضان لما طبعا طبعا واخد الثواب ان شاء الله لكن يا ريت تبقى النيه تبقى مؤبده مش يمكن واحده تلبس حجاب وتقول هلبسه في رمضان وبعد رمضان مش يمكن تموت في رمضان فتاخد اجر النيه خدت ايه خدت اجر الحجاب مدى العمر بفضل الله سبحانه وتعالى طيب المشروع رقم أربعة رقم 13 مشروع العنايه المركزه في واحد مش نافعه معاه شويه الطاعات البسيطه دي الصلاه الخمسه فقط ولا ده محتاج عنايه مركزه محتاج يخش غرفه الانعاش محتاج يعتكف العشر الاواخر يخش يفرغ قلبه تماما من الدنيا قفل موبايل قاعد في بيت ربنا بقرأ قرآن بعبد ربنا بذكر ربنا بصلي ترويح بصلي تهجد صايم بعف لساني عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والقذف وغير ذلك قاعد في بيئة إيمانية جميلة عامل زي الإسفنجة كده دكتور عمرو لما تغمسها كده في شوية عسل تطلعها تيجي تعصرها تطلع تطلع عسل إنما أنا لو حطيت نفسي في بيئة مش إيمانية تعمل زي الإسفنج لو حطيتها في ميه بملح تعصرها تطلع ميه بملح انما الثانيه بتطلع عسل ده مشروع العنايه المركزه اخر مشروعين مشروع رقم 14 مشروع احب الاعمال الى الله ان حياتنا كلها مش هتبقى عبادات شخصيه بس مش هبقى انا ما شاء الله بصوم وبصلي وبقوم الليل وبذكر ربنا وبختم القران وبعمل الفقراء الناس اللي مش لاقيه تاكل وانا بشكر حضرتك نيابه عن كل مسلم في ارض مصر وعن كل مصري على برنامج واحد من الناس وعلى اكرامك وعلى الجهد اللي بتبذله من اجل اكرام هؤلاء الفقراء من اجل ادخال السعاده على قلوبهم ربنا يجعلها في ميزان حسناتك وحسنات كل من يعمل معك وكل من يدعم هذا العمل الطيب ان شنطه رمضان حاجه بسيطه جدا تدخل السعاده على اسر اسر مش لاقيه اسر يعني عارف حضرتك في ناس والله العظيم ملاقيين يجيبوا لاولادهم لبس العيد اول حاجه حلوه هات لي لبس عيد فخم هاتوا حاجات يعني ماركات ما فيش مشكله وهات معاه طأمين ثلاثة لأسرة فقيرة جنبك وخليهم يفرحوا ولادهم في العيد تخيل السعادة والسرور والفرحة دي أحب العمل إلى الله الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كرب أو تسد له جوعا إلى آخر الحديث يبقى إذن نحاول بقدر الإمكان احنا برضه نبذل الخير للفقراء واليتامى والمساكين والأرامل م. والناس اللي مش لاقين يأكلوا والناس اللي في العشوائيات نكرم الناس دولت عشان ربنا يكرمنا بفضل الله وأنا أعلم إن في ناس كتيرة بتخلي زكاة مالها بتقف في شهر رمضان هل يفضل تبقى زكاة المال في رمضان؟ هو يفضل إن حينما يأتي عليها الحول إنها تخرج م. لكن لو هو ظبط نفسه على ان هو كل سنه بيطلع في رمضان يبقى افضل ما فيش مشكله خالص اخر مشروع مشروع انما العيد لمن اطاع الله سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم عيد وكان امير المؤمنين ما شاء الله بيحكم 26 دوله في يوم العيد جم دخل عليه الرجال عيدوا عليه وبعدين خرج 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 الرجال وجاء الصبي الصغار كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز ابنه كان لابس ثيابا مرقعه قديمه واولاد الرعيه حتى الفقراء لابسين لبس جديد فبكى عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة فابتسم هذا الغلام كان عمره حوالي عشر سنين فابتسم وقال يا أبتاه والله إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله خلوا أيامكم كلها أعياد عيدنا فقط مش اننا يوم عيد فطر ولا عيد اضحى كل يوم واقسم لكم بالله كل يوم يمر عليكم وانتم في طاعه وفي قرب ربنا وفي قرب نبينا صلى الله عليه وسلم وفي خير بتعملوه للناس انتم في عيد هتلقوا طعم وسعاده وسع اللي, 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 النبي قال عنها كما عند مسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ان الانسان الاكل ليه طعم في الفم إنما الإيمان له طعم في القلب إيه إيه إن ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فعشان كده محتاجين إن احنا نجدد إيماننا على طول وعايز دايما يا جماعة الله يبارك فيكم نحرص على إن احنا يكون عندنا سلامة صدر اللي حوالينا ما نشتمش حد ما نضيعش صيامنا لأن يا دكتور عمرو في مشكلة انا ممكن اصوم رمضان واقوم واتصدق واعمل كل ده وفي اخر الشهر اخد الباكج ده كله كده واديه هديه اللي انا شتمته واللي سبيته واللي ضربته واللي اذيته يا ريت نحافظ على حسناتنا امسك عليها ربنا يتقبل منا ومنكم